الحديث بين الأزواج بات شبه معدوم، فكل من الطرفين يقضي يومه في المتابعة أو المشاركة بمواقع التواصل الاجتماعي. فهل تسببت هذه المواقع بالطلاق العاطفي بين الزوجين؟ جدا كثير، انها تسببت طلاقات، سببت مشاكل داخلية في البيت. ايه اكيد، لانه صار اي واحد يشتغل بجواله اكثر مما انه يشتغل مع الشخص اللي معه في البيت. طبعا بالتأكيد أثرت. صار من السهل انك انت يعني المشاعر ما توصل بطريقة التواصل. اكيد كل قوة بعد ان تلقى زوجين جالسين في بيتهم ولا رايحين في مكان يتنزهون فيه، تلقى كل واحد ماسك الموبايل حقه وقاعد شغال في البيت كذلك. وهل أثرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملموس على الحياة الزوجية وكيف كان أثرها؟ في واجبات الزوج زي ما انه في واجبات الزوجة، فالاثنين صاروا هذه الأشياء مو مركزين معها ابدا ومشغلين بالسوشيال ميديا انشغال شبه تام. تأثر يعني ما يصير ان الجلوس مع بعض بشكل دائم، هذا واحد. الشيء الثاني ما يخلي التواصل بشكل مباشر، يكون التواصل عن طريق الواتساب وعن طريق الجوال. قليل ما تفوت لك مجلس او بيت ما الكل مشغول في جوال. طبعا اصبح فيه تور يعني. السوشيال ميديا دلوقتي بقت بتاخذ مننا وقت كتير من حياتنا. بدأت العلاقة تبقى الكترونية. خلت العلاقة العاطفية علاقة سلبية ما هي إيجابية.